اللي تاثر بشكل كبير على التصور ديال هذا التصور ديال هذه المنطقه هذه. اولا الاقتصاد اللي كتعرض له المجال الاخضر ديال مدينه العرائش، وهذا راجل بطبيعه الحال التوسع العشوائي ديال مجموعه ديال المقاولات اللي حقها توسع مسعور، هذا يؤثر على المجال الغابوي اللي كنعتبروا حنا بالنسبه لنا الرئه التي نتنفسوا منها، وبالتالي هذا يؤثر سلبا على الصحه ديال السكينه، حتى على المشاريع التنمويه وعلى حتى التنميه المستدامه اللي كيعتبروا على ان الحفاظ على البيئه هو يجب الحفاظ عليها حتى الاجيال المقبله. كيفاش حنا نحافظوا على البيئه الاجيال المقبله وحقهم في البيئه وحنا كنشوفوا على ان هذا المجال الاخضر يتعرض لعمليه ديال الاغتصاب بشكل وحشي وفوضوي. نقطة ثانية هي المسألة ديال المياه ديال الواد الحار اللي هي كتكون مباشرة في المياه ديال البحر، وهذا يؤثر بشكل خطير على التوا السمكية وعلى طبيعة الحال المجال البيئي ديال البحر إلى غير ذلك. وبالتالي أنا كنعتقد على أن من بين الأهداف الذي يجب أن يشتغل عليه المرصد هو أنه يأخذ بعين الاعتبار المجال الأخضر والمجال البحري. تحية. شكرا. قبل